الأمريكيون هم من يفتعلون الهجمات الممنهجة ضد المدنيين بحسب اتهام الأمين العام لحركة النجباء العراقية أكرم الكعبي. الكعبي في بيان مطول كان ضمن قادة الفصائل العراقية التي أعلنت براءتها من تهم أمريكية بالوقوف خلف هجمات استهدفت البعثات الدبلوماسية، لكنه زاد بتوصيف السفارة بالمعسكر الضخم. تصعيد الكعبي جاء ضمن سلسلة استنكار استهداف البعثات الدبلوماسية أطلقها الحشد وحلفاؤه وفصائل عراقية، إضافة لدعوة زعيم التيار الصدري إلى تأليف لجنة تحقيق في هذا الشأن. التطورات العراقية أعقبت ما جرى تسريبه من رسالة منسوبة إلى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، قيل أنها حملت تلويحا بإغلاق السفارة الأمريكية في بغداد إن لم تعالج مشكلة الصواريخ المجهولة. هذه السفارة استخدمت وكرا للتجسس والمؤامرات وزرع الفوضى من خلال دعم جهات مشبوهة لخلق فتنة في داخل العراق. التلويح الأمريكي الذي عد رسالة نافرة وغير متوقعة أعاد إلى الواجهة مشروع القرار النيابي المتعلق بمغادرة القوات الأمريكية الأراضي العراقية. لحد هذه اللحظة ودماء قادتنا وأعزائنا وشهدائنا ما زالت تهين كرامتنا، لأننا لم نستطع لهذه اللحظة أن نصل إلى كرامة الشهداء الذين قضوا ظلما وعدوانا على هذه الأرض من قبل القوات الأمريكية الغادرة. ضغط نيابي إطاره قانوني مضمونه مواجهة قديمة تتجدد، فخصوم واشنطن وإن أعلنوا البراءة من استهداف السفارة فإنهم يصرون على إعادة الكرة إلى ملعب واشنطن وحلفائها عبر ضرورة إنفاذ قرار إخراج القوات الأجنبية من العراق أو مواجهة التلويح بالتلويح. عبد الله بدران، بغداد، الميادين.